يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، وفي مرة سابقة ذكرت أنه فقير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش عيشة الفقراء، عاش عيشة الفقراء، ما كان يوقد في بيته نار حتى يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال. فقال عروة لعائشة خالته: فما كان طعام؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فالنبي كان يعيش عيشة الفقراء، وكان يربط الحجر أحيانا على بطنه صلى الله عليه وسلم، لكن كان تأتي أموال، تأتي أموال صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينفقها صلوات ربي وسلامه عليه، كنصيبه من خيبر، نصيبه من بريضة النضير، نصيبه من فدك صلى الله عليه وسلم، وكان لحاجاته. لكن تمر عليه أيام يكون ليس عنده مال، لكن أيضا كان يتصدق صدقات كثيرة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا واديا، يعني غنما كانت في واد كثيرة جدا، قال: أيسرك أنها لك؟ قال: نعم. قال: هي لك. فأعطاه صلى الله عليه وسلم، ولما اشترى جمل جابر أهداه له صلى الله عليه وسلم. فهو كان يعيش عيشة الفقراء من زهده صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن فقيرا. كنت قابل، نعم، ظنه كان فقيرا، لكن طلعت على كتاب يتكلم عن حالة النبي المادية، ذكر أنه لا عنده مال لكن يعيش حياة الفقراء لزهده صلى الله عليه وسلم. فإن كنت قلت